في تاجر اعرفه كان بيتاجر، كان واخد من الناس فلوس عشان بيتاجر فيها مع ناس تانية، والفلوس دي ضاعت في التجارة، والناس النهاردة بيطالبوه بفلوسهم، وعليه يعني زي شيكات او حاجة ممكن تتقدم من المحكمة، والراجل ده يخش السجن، وهو دلوقتي مستجاب. فهل يجوز ده الزكاة؟ إذا تبين من حاله أنه ليس بنصاب ولا مختلس إنما ابتلي تجوز له الزكاة، بس الإشكالية الآن أنهم يتحملون في الخسارة، يتحملون في الخسارة. ما دام الوضع يا شيخ، هم دلوقتي بيطلبوا بفلوسه ومعاهم الورق اللي الراجل ماضي عليه، فيا اما يجيب فلوسهم يا اما يعني يشتكوه في المحاكم والكلام ده. فالراجل النهارده فلوسه ما بقتش موجوده بسبب الكورونا وحاجات زي كده، وهو دلوقتي عنده مشكله. ايوه انا فاهم الكلام. دلوقتي الاشكاليه الان انه لازم يتحملوا في الخساره، فاذا هو اذا هم ساعدوا سيساعدوا الغرماء. ما لكن تجوز على الزكاة على كل تجوز للضرورة.